موجز الاخبار، يلا بينا يا نصر. الاهلي بيعلن الاجراءات الوقائيه الواجب اتباعها قبل فتح ابوابه للاعضاء من جديد، عاملين حاجه حلوه قوي. ايضا النادي الاهلي بيواصل تدريباته لليوم الثاني وحضور الكابتن الخطيب التمرين وصالح جمعه في الجيم وكريم نيدفيد بدا الاجراءات الجلسات العلاج الطبيعي وحمدي فتحي ومحمد محمود بيوصلوا التأهل. الأهلي قرر إنه يلعب مباراتين وديتين قبل استئناف بطولة الدوري العام. في نادي الزمالك قالت شريف إسلام مدير التعاقدات والراجل طلع كتب شكر للنادي وإبعاد محمد بدر المدير المالي عن الفريق. كارتيرون الراجل اللي عاجبني جدا بيطالب بلعب 4 مباريات وديه لاعداد الزمالك خلال الفتره المقبله. طلائع الجيش بجديه تامه بياخد مرانه الثاني على مجموعتين استعدادا للدوري واسوان اجرى المسحه الاولى في المركز الاولمبي بالمعادي. حرس الحدود ووادي دجله وطلائع الجيش والانتاج الحربي بكره هيعملوا المسحه الثانيه وسموحه والمقاولين والاتحاد السكندري وام بي السبت وتاجيل مسحه الاهلي الى الحد. المجلس التنفيذي للكاف بيجتمع 30 يونيو الجاري عشان يحسم مصير كاس الامم الافريقيه 2021 وايضا مواعيد استئناف بطولتي دوري الابطال والكونفدراليه. وكيل اعمال النجم تريزيجيه يؤكد ان جلطة سراي من الممكن ان يكون هو او هي محطه تريزيجيه في حاله هبوط استون فيلا من الدوري الممتاز الانجليزي. في تقارير تونسيه بتقول ان النجم الساحلي دخل في مفاوضات للتعاقد مع تاكيز جونياس المدير الفني السابق لوادي دجله، مجرد تقارير لم تتاكد حتى الان. الاتحاد الاماراتي بيحدد 3 سبتمبر المقبل موعد لانطلاق كاس الخليج العربي و9 من نفس الشهر بدايه الدوري وبيعين بينيتو الكولومبي مديرا فنيا للمنتخب. في الدنمارك 500 مشجع في حضور نهائي الكاس الدنماركيه اول يوليو المقبل. والفيفا يقرر اسناد تنظيم كاس العالم للسيدات المقبله لاستراليا ونيوزيلندا 2023 بعدما تفوقوا في التصويت على كولومبيا. ومجلس اداره الاتحاد المصري لكره اليد بيمد جلسته اللي اتعقدت اليوم للاسبوع اللي جاي وبيكلف اللجان المختصه باعداد تقرير بشان استئناف الموسم. في مفاجأة غير سارة النجمة رنيم الوليلي بتعلن اعتزال الاسكواش بعد مسيرة حافلة بالإنجازات، كفت ووفت وأدت كل ما عليها.